محمد علي كلاي الكل يعرفه كملاكم، لكن يمكن كثير منا وبما فيهم أنا كنت أجهل صراحة تاريخه. كلنا نحبه ونعرف أنه مسلم ونعرف أنه أسلم، لكن كثير من التفاصيل الصغيرة تضيع عنا. محمد علي كلاي اللي تشوفونه ثورة، يعتبر يعتبر جينيس بالإنجليزي، يعتبر واحد سابق عصره، واحد عمل نقلة في مجال الملاكمة وفي مجال العالم، مش فقط في الرياضة أيضا على المجال الحياتي. لما أسلم أسلموا على يده آلاف وملايين. محمد علي كلاي، كلاي بالمناسبة قصة بداية الملاكمة قصة غريبة وطريفة في نفس الوقت. كان عمره 12 سنة وكان في منطقة نائية وفقيرة جدا، فكان عنده احنا نسميه سيكل، انتم ما يسمونه بالعربي الفصحى دراجة هوائية، شو تسمون السيكل؟ سيكل؟ لا السيكل انتم عندكم الدراجة الكهربائية، اقصد السيكل اللي بالرجل بعد سيكل؟ والله الخبر غير انتم ما شاء الله. المهم في واحد باق سيكل محمد علي كلاي، يعني الدراجة الهوائية لمحمد علي كلاي تمت سرقتها من شخص ما في منطقة نائية فقيرة جدا. فمحمد علي كلاي أبو 12 سنة كان غاضب جدا 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 لأنه فقير جدا، ويمكن جلس أيام يجمع من المصروف عشان يشتري الدراجة الهوائية هذه. فجاء شرطي، فمحمد علي كلاي قال إن وجدت من سرق عجلتي فسأضربه ضربا مبرحا، يعني راح احنا نقول بالقطري برقدبه، يعني راح اضربه الضرب. فضحك على الشرطي قال له يا حبيبي انت 12 سنه وينك وين تضرب؟ قال له انت روح العب لك ملاكمه احسن. فالشرطي هذا قالها باستهزاء، وما كان يعرف انه غير مشوار بطل اسطوري. محمد علي كلاي ما كان يفكر في يوم من الايام يدخل ملاكمه، لكن على كلمه الشرطي هذا اللي قالها باستهزاء قرر يدخل ملاكمه واصبح بطل اسطوري. محمد علي كلاي في سنه 1967 بعد ما أعلن إسلامه صارت الحرب الأمريكية الفيتنامية اللي كلكم عارفينها. محمد علي كلاي رفض المشاركة الإجبارية كانت ضمن الجيش الأمريكي للذهاب إلى فيتنام، رفض لأنه غير مقتنع بأن شعب كامل يباد بدون سبب مقنع، ورفض أيضا لأن تعاليم الدين الإسلامي تحثه على عدم قتل ناس أبرياء. رفض رفضا قاطعا المشاركة في الحرب، جرد من اللقب، جرد من لقب بطل العالم، وسحبوا منه الرخصة الخاصة بالمشاركة في الملاكمة وفي مباريات الملاكمة فقط لأنه رفض المشاركة في الجيش الأمريكي. بعدها بعد 3 سنوات من السجن عاد الملاكمة من جديد، وأرسل إلى أدغال أفريقيا للمشاركة في مباراة ملاكمة، والغرض كان خبيث جدا، كان الغرض أنه يموت محمد علي كلاي هناك، لكن الله كتب له عمر جديد، والله كتب له أن يكون أسطورة. اليوم يمتلك مؤسسة أعمال خيرية في أمريكا من سنة 2005 تقدم خدمات جليلة للدين الإسلامي للمواطنين المسلمين في أمريكا، ولا أعمال خيرية كبيرة. ويمكن أنا تحدثت عن مجموعة من الأمور اللي من أسباب النجاح، في مقدمتها اللي أنا ما ذكرتها هي الإخلاص لمن يستحقون الإخلاص. الناس اللي وقفوا مع كل شخص في مجاله يجب أن يبقى مخلصا لهم، لأن رب العالمين أكيد مقدر وكاتب كل شيء، لكن في ناس أسباب، وأي شخص يكون سبب في أنك تصل إلى هدف معين أو تحقق شيء معين أو إنجاز معين يجب أن تبقى وفيا له. محمد علي كلاي أثناء الأزمة وأثناء احتجازه في السجن كان يربط عقد بشركة إنتاج قفازات للملاكمة. الشركة هذه وقفت مع محمد علي كلاي في أحلك الظروف وساعدته من ناحية مادية من ناحية نفسية، كانوا يزورونه في السجن. فبعد ما اعتزل محمد علي كلاي كل قفاز من القفازات أصبح يساوي آلاف الدولارات. محمد علي كلاي وافق على إنشاء متحف كامل يسوى ملايين الدولارات لهذه الشركة بالمجان، ليس لأي شيء، فقط لأن هذه الشركة وقفت معاه في يوم الأيام. فهذه يعني هذا مثال لازم احنا نتعلم منه، أن كل شخص يكون وفي للناس اللي وقفوا معاه، ما ينسى ويقول لك أنا وصلت وخلاص يا عمي. وأحيانا تكون في مرحلة وتحتك تحت أنت في فوقك شخص وتحت أنت، هذا الشخص اللي وقف معك في يوم من الأيام ممكن تجاوزه، مدرس في مدرسة، رئيس قسم إلى آخره. لا تنسى أنه في يوم من الأيام علمك، ولا تنسى أنه في يوم من الأيام وقف معك، وهذا ينطبق على محمد علي كلاي في قصته وفي مشواره. هذه مجموعة من الصور، طبعا اللي عارف محمد علي كلاي يعرف ان الله يشفيه
مصاب بالشلل الرعاشي، نسأل الله أن يشفيه وأن يحسن خاتمته وأن يكون إن شاء الله من أصحاب الجنة، لأن أصحاب صاحب مواقف مميزة ورائعة جدا للدين الإسلامي وحتى للرياضيين. هذه واحدة من الصور المميزة اللي أنا عجبتني جدا لمحمد علي كلاي، هذه صورة من الصور الثانية اللي كان يقبل فيها المصحف، هذه صورة له في مكة، وهذه اللكمة لا تصيد واحد منكم لما كان محمد علي كلاي في عزه على طول وفاة. هنا أنا كاتب مجموعة من الأقوال الخاصة بمحمد علي كلاي المؤثرة والجميلة. محمد علي كلاي يقول: كرهت كل لحظة من التدريب، ولكني أقول لا تستسلم، اتعب الآن ثم عش بطلا بقية حياتك. هذا ما ينطبق فقط على بطل ملاكمة، ينطبق على أي شخص في أي مجال. أحيانا مرحلة الإعداد والتحضير لشيء معين يوصل إنسان للملل، يوصل لمرحلة التعب، يوصل لمرحلة يقول خلاص، يعني اضغط على نفسك. احيانا التعب هذا شوي راح يبقى معك على طول، انجازك راح يستمر معك. محمد علي كلاي الان 70 سنه لكن الكل يذكر بطولاته وانجازاته. المقوله الثانيه يقول: الرجل هو من يعرف انه مغلوب ويستطيع ان يغوص في اعماق روحه ويستخرج منها قوه اضافيه ليفوز في المباراه. كثير من الاوقات نكون احنا في موقف ضعف ويكون الطرف الاخر في موقف قوه، اضغط على نفسك شوي، تأكد أنك راح تتجاوز المرحلة اللي أنت فيها وراح تفوز، مثل ما فاز محمد علي كلاي في كثير من المباريات اللي كان فيها في موقف ضعف. محمد علي كلاي يقول: خدمتك للآخرين هي الإيجار الذي تدفعه مقابل استضافتك في الأرض. يعني هو يشوف أن وجودك على الأرض في حد ذاته هو نعمة، فلازم أنك تخدم الآخرين علشان ترد النعم الكثيرة لرب العالمين اللي أعطاك هالنعم وللناس اللي وقفت معك. يقول أيضا: احذر لكمات منافسيك المغمورين، فإن اللكمات كالرصاصات الطائشة إن أصابت قتلت. وهذه ينطبق على الشخص المغرور اللي احنا تحدثنا عنه، اللي يصل إلى مرحلة يعتقد أنه هو خلاص ما فوق فوق، ويعتقد أنه هو إنسان وصل، وبالتالي يبدأ يحتقر الناس الأقل. لاعب كرة القدم صاحب الفريق القوي لما يلعب مباراة سهلة يعتقد أن المباراة هذه مضمونة، أحيانا الفريق الصغير هذا هو اللي يكون سبب نهايتك.